هلو everyone، النهاردة مع بعض هنكمل آخر فيديو في الوحدة الأولى. هنجاوب مع بعض على الجنرال اكسرسايزز على لسن 1 و 2 لسن 3 و 4، وهنحل التست اللي في آخر الوحدة من ملخص جيم. فبكده هنعتبر بنراجع كل المعلومات اللي احنا شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت. لو انت كنت سمعت الفيديوهات اللي فاتت وذكرتها كويس، هتحل كل الأسئلة دي بنسبة 100% صح معايا من قبل أصلا ما تشوف الإجابة. اوكي، تعالوا نبدأ مع بعض. أول حاجة عندي في الجنرال اكسرسايز محادثة. علشان اعرف المحادثه بتتكلم او بتدور عن ايه بالظبط، لازم الاول اشوف اول سطر اللي هو بيبقى مكتوب بالبولد او الخط المميز، اللي هو هيبقى talking to Sarah about buying souvenirs. اتنين بيتكلموا مع بعض بخصوص شراء الهدايا التذكاريه. اكيد في حد فيهم هيسال والتاني هيجاوب اجيب منين او اجيب ازاي او بكام، حاجات زي كده. طيب تاني حاجه ان احنا بنشوف المحادثه على بعضها بتتكلم برضو ازاي، علشان اعرف احدد السؤال ايه بالعربي والاجابه برضو تكون ايه بالعربي. مثلا لو حد بيقول hello Sarah how are you، فالتانية تلاقي hello هبة نقط واداني هنا full stop، يعني هو عايزني اديله اجابة او جملة خبرية مش سؤال، مش جملة استفهامية. فبالتالي انا محتاج هنا اجابة على الجملة الاولانية دي بس، انما لو انا هكون سؤال يبقى لازم اشوف الجملة اللي بعدها مش اللي قبلها. هنا مثلا لو حد بيقول how are you، طبيعي جدا انت هترد تقول ايه fine I am fine. طيب التانية بقى ده عايز مني ايه، جملة استفهامية ولا جملة خبرية؟ علامة استفهامي هو عايز سؤال. أنا مش هينفع أحدد أي سؤال إلا لما أشوف الإجابة الأول علشان أعرف على الأقل أخمن السؤال بالعربي. طيب لما أشوف مثلا إجابة زي دي I am going to بمعنى سوف do some shopping، أقوم ببعض التسوق، يعني رايح أو رايحة تشتري حاجات. I'm going to do some shopping، أنا سوف أقوم ببعض التسوق. لو سمعت الإجابة دي بالعربي تفتكر أو تخمن السؤال هيكون إيه برضو بالعربي؟ السؤال هيكون رايحة تعملي إيه، مش رايحة فين، مش رايحة إزاي، مش رايحة مع مين. يبقى أنا عايزة كلمة إيه اللي هي ما أو ماذا، اللي هي كلمة what بالإنجليش. طب دي كلمة استفهام بس اللي أنا جبتها، الباقي كله بقى هيبقى موجود أصلا عندي. أولا بنشيل الإجابة من السؤال، يعني أنا مستحيل هكتب كلمة some shopping في السؤال بتاعي. ليه؟ لأن دي الإجابة بتاعتي. مينفعش اقولك كم عدد اخواتك، خمسة، كلمة خمسة دي الاجابة، فمينفعش ان انا احطها ضمن السؤال. يبقى كل ده يلزمني. طب بالنسبة ل I am، طبيعي جدا لما اجي اسألك هقولك انت اللي هي you، مش هقول I. والطبيعي برضو ان I بتاخد am، انما you بتاخد ايه، بتاخد are. عشان كده دايما في التحولات في المحادثات كنا بنقول ان I am دايما بتتحول لكلمة are you، I am بتتحول are you. طبعا هنبدأ الاول بفعل المساعد قبل الفعل. تعالوا بقى نشوف بقى تكوين السؤال هيبقى عامل ازاي. انا خلاص جبت من عندي كلمة what، وبعدين بدلت الفعل لفعل المساعد بيت what are you going to do، ماذا انت سوف تفعل او ماذا انت سوف تفعلي. الاجابة some shopping، بس كده. ادي كلمة الاستفهام بتاعتي، ادي الفعل المساعد علشان you جمع فاعل، وادي going to do كل ده يعتبر الفعل الاساسي لان ده في زمن المستقبل. طيب what do you want to buy، ماذا تريد ان تشتري؟ I want to buy souvenirs، عايزة اشتري هدايا تذكارية. طول ما اداني هنا الفول ستوب النقطة ديات يبقى خلاص كده المعلومة خلصت والجملة خلصت، اللي جاي ما يخصش خالص اللي فات. هي بتسأل هنا سؤال من اوله لاخره كده، انا مش عارف ايه هو السؤال، احدد السؤال ده بناء على الجملة دي اللي هي I want to buy souvenirs، ولا بناء على الجملة اللي بعدها اللي هي الاجابة على السؤال. اكيد طبعا الاجابة زي ما انا قلت لك فوق. طيب هبه بتقولها you can buy them from خان الخليلي، انت ممكن تشتريهم من خان الخليلي، بس خلاص يبقى دي الاجابه بتاعتي. زي ما انا شفت هنا سام شوبينج هيحدد لها كلمه what اللي هي ماذا. هنا خان الخليلي ده اسم مكان، اسم المكان هسال عليه بكلمه واحده بس اللي هي اين، اللي هي where. نفس الكلام اللي حصل فوق هنعمله تحت. الاجابه بتتشال من السؤال، الفاعل بيتبدل مع الفعل المساعد او الناقص، فبالتالي هنبدا الاول بالفعل اللي هو كان. يو اللي هي انت لازم هتتبدل باي، ولو اي هتتبدل بيو، والباقي كله بينزل زي ما هو. اقول له وير كان اي باي زم، من اين استطيع انا اشتريهم. زم بتعود على السوفينيرز، اشتريهم منين؟ قالت لها ممكن تشتريهم من خان الخليلي. اخر سؤال بقى معايا وانا هحدد له اجابه، يبقى انا مش مضطره اشوف اي حاجه في المحادثه غير السؤال ده. Can you come with me، هل تستطيع ان تاتي معي؟ سهل جدا انا اخمن اي اجابه بقى، اقول لها اه طبعا ممكن، ايوه استطيع،
نعم بالطبع، نعم بالتأكيد، اللي هي yes sure، yes of course، why not، لما لا، yes I can، مفيش مشاكل. المهم أي حاجة بتعبر عن الموافقة مش الرفض. اوكي، الجاي الاختياري. الاختياري كله يعتبر بيعتمد على الكلمات اللي احنا أخذناها في أول درس وفي تاني درس. اسمع عليا، هذا الشيب يوث كذا، عايزة أقول منزل شباب أو فندق شباب، دي مش محتاجة أصلا إن أنا أكمل، لأن عندي دي كلمة واحدة، كلمة يوث هوستل، فندق شباب. اللي جاية دي تعريف definition، قلناها قبل كده office for people، مكتب للناس، و catch thieves، أنا بس بشوف كلمة catch thieves بتمسك الحرامية أو تقبض على الحرامية، يبقى مين؟ أكيد ال police station اللي هي مركز الشرطة. I can't try not because it's not windy، أنا مش هقدر أعمل إيه لأنه مفيش رياح، it's not windy، أكيد محتاج إن أنا أعمل wind surfing، لأن الويند سيرفنج الحاجة الوحيدة في الأربعة اللي محتاجة يكون فيه هواء أو رياح شديدة. pupils not study their lessons every day، طيب أي حاجة فيها مذاكرة study، دي قاعدة ثابتة، أكيد أكيد هقول should، إلا إذا قال لي مثلا ما عنديش امتحان أو بكرة أجازة، فممكن ساعتها أقول مش مضطر إن أنت تذاكر، بس طبعا في الطبيعي إن أنا هقول لك أنت لازم تذاكر، يبقى هقول should ولا shouldn't؟ أكيد طبعا هختار مين؟ should study. يبقى أي حاجة إيجابية should، أي حاجة سلبية shouldn't، زي ما كنا بنشرح في أول درس. Another is a market، ده تعريف برضو، group of shops، مجموعة محلات، يبقى أكيد مين؟ البازار. My mother used not to clean our dirty clothes، أول ما هشوف كلمة clean، مين في الأربعة دول بينظف؟ أكيد الطبق مش هينظف، هو بيتنظف ماشي، الكاتل، السان كريم، الواشنج ماشين اللي هي الغسالة، ولو أنت كملت هتلاقي كلمة dirty clothes اللي هي ملابس متسخة. السؤال الري رايت، قلنا ان احنا بنعمل حاجه واحده بس في قاعده شود او ادفايس او اي حاجه، بنحط ايدينا على الفعل الاساسي او النصيحه نفسها. يعني مثلا I advise you to visit many، انا بنصحك ان انت تزور المنيا، وعايزك تستخدم شود، بسيطه جدا، النصيحه بتاعتك ايه؟ ان انا ازور المنيا، تمام، يبقى من اول visit منيا، ده اللي يخصني، ده اللي انا هاخده معايا، اللي قبل الفعل في المصدر كله ده ما يلزمنيش، لان دي الصيغه اللي انت استخدمتها في النصيحه، انا هستخدم لك صيغه تانية اللي انت طلبتها مني اللي هي should. طب ينفع أبدأ جملة خبرية بكلمة should؟ أكيد لا، أنا هبدأ بالفعل هو you should visit Mania، تافهة جدا. السؤال اللي بعده أو اللي بعدها نفس الكلام برضو في صيغ النصيحة، أنت عايز تستخدم الصيغة اللي فيها if اللي هي if I were you، بس استخدمت واحدة اسمها you had better، صح؟ أركز على النصيحة برضو، هي النصيحة بتاعتك إن أنا أكل أكل صحي، you had better eat healthy food، تمام، هاخد من اول فعل في المصدر برضو، هقول له ايه؟ انت تلزمني، انت معايا، يبقى ده اللي انا هكتبه عندي بالنص. طيب الصيغه اللي انا لازم ابقى حافظها كويس زي اسمي، اللي هي لو انا مكانك كنت اكل اكل صحي، if I were you I would، يبقى دي جبتها كلها من عندي، انا حافظها من اول eat healthy food، دي نصيحه الاساسيه بقى، هو بيبقى مدهاني جاهزه. الثالثه نفس الكلام، it's not a good idea to eat many sweets، ليست، وركز على كلمه ليست، حاجه منفيه، فكرة جيدة أن تأكل حلوى كثير، عايز أقول لك أنت لا يجب، أعمل إيه؟ حط إيد على الفعل الأساسي وقول له أنت تلزمني، بس كده، من أول eat many sweets، من أول visit، من أول eat healthy food، اللي فات كله ده مش هيلزمني. أبدأ بكلمة shouldn't؟ لا، نبدأ بالفعل برضو، you shouldn't eat many sweets، لا يجب أن تأكل حلوى كثير، تمام كده؟ المحادثة اللي جاية برضو هنشوف مين بيتكلم مع مين. قال لي عمر بيتكلم واحد من السواح، عايز يقول له أسئلة وهو بيديله إجابات أو معلومات، تمام. نشوف أول سؤال عمر اللي بيسأل، Welcome to Egypt, do you need any help? Do you need any help؟ ده عرض مساعدة عادي جدا، ما هوش سؤال استفهام، يعني تحب أخدمك في إيه أو أنت عايز مني إيه ممكن أساعدك بيه. قال له Yes, I don't know what to do first، أنا لا أعرف ماذا أن أفعل أولا، يبقى السائح ده اللي في بلدي هو عنده أنشطة كتير عايز يعملها بس مش عارف يبدأ منين، عايز يزور أماكن معينة وعايز يتفسح في أماكن وعايز يأكل في مطاعم وعايز يجرب مش عارف إيه، فهو بيقوله أنا مش عارف أبدأ منين. أوكي، الطبيعي إن احنا نشوف عمر هنا بيديله إجابة، بس أنا لقيت عندي هنا علامة استفهام، يبقى أنا هكون إيه؟ هكون سؤال، برضو السؤال بيعتمد على الجملة اللي بعدها مش اللي قبلها، يبقى أنا أشوف اللي بعدها بتقول إيه. That's a good idea، هذه فكرة جيدة، طب ماشي ايه هي برضو الفكرة، انا عايز اعرف ايه هي الفكرة اللي هو اقترحها عليك عشان تقوله هذه فكرة جيدة. هنكمل، the museum is a good place to visit، المتحف مكان جيد لزيارته،
يبقى فعلا الاقتراح بتاعك ده ان انا ازور المتحف ده اقتراح جيد جدا، ومكان يستاهل ان انا ابدا بيه في الانشطه بتاعتي او اللي انا جاي اعمله هنا في البلد بتاعتكم. يبقى انا هخمن ان عمر بيقترح عليه ان هو يزور المتحف ده عربي، لغايه دلوقتي احنا شغالين عربي. الاقتراح عشان استخدم اقتراح في اللغه الانجليزيه كنت انت بتاخد زمان في الفانكشن وات اباوت او هاو اباوت علشان اقترح فكره على حد. وات اباوت هاو اباوت الاثنين بيجي بعديهم فعل واي ان جي، فممكن اقول له هاو اباوت فيزيتنج ذا ايجيبشن ميوزيوم، وات اباوت فيزيتنج ذا ايجيبشن ميوزيوم، ممكن تستخدم اللي انت عايزه. وات اباوت هركز بس ان بعدها بيجي فعل ونضيف له اي ان جي. ليه قلت ذا ايجيبشن ميوزيوم؟ لان هو هنا بيعرف هولي ذا ميوزيوم، وانا ما عنديش متحف معرف او مشهور جدا الا المتحف المصري. عايز تكتب ذا ميوزيوم مفيش مشكله. I recommend a tour with a guide. هنا بقى عمر بيديله نصيحة تانية، بيقول انا بوصيك ان انت تاخد لك جولة كده او لفة بس تكون معاك ايه، مرشد سياحي. فول ستوب، يبقى كده الجملة خلصت. هيديله جملة زيادة ملهاش علاقة بدي. الجملة دي برضو علشان اعرف اخمنها لازم اشوف اللي بعدها. اللي بعدها السائح بيسأله where can I get a guide book، من اين استطيع ان احصل على كتاب ارشادي، اجيب منين الكتاب ده. طيب هو ما جابش سيره هنا اي كتب ارشاديه خالص، يبقى انا اكيد هنا في النقط دي محتاج ان انا اجيب سيرتها. طبيعي ان عمر هيقول له خد معاك كتاب ارشادي، فالسائح يساله اجيبه منين، صح كده؟ طيب خد معاك كتاب ارشادي، او انت يمكن ان تحصل على كتاب ارشادي، او يمكن ان تشتري كتاب ارشادي. كل ده انا بقى محتاج ان انا اترجمه انجلش. هقول له ايه؟ اولا هبدا بالفعل يو كان باي ا جايد بوك. ليه قلت يو؟ عشان انا بكلم واحد قدامي، وهنا اتبدلت بايه؟ اي. طيب ليه قلت كان؟ عشان هنا برضو في السؤال اداني كان، ما تنساش تعكس، بنبدا بالفعل بعدين الفعل الناقص او المساعد. ليه قلت باي؟ علشان انا بقترح عليه يشتريه، وهو بعدها على طول بيسالني اجيبه منين، احصل عليه منين، هي اشتري منين. اوكي طيب at the tourist information center، دي اجابه السؤال ده، تجيب الجايد بوك من مركز المعلومات السياحيه. هيسأله سؤال تاني بقى السائح، وهيقوله the best place to go shopping is the bazaar، أفضل مكان علشان تتسوق فيه البازار. have a good day، أتمنى لك يوم حلو، دي ما فيهاش أي حاجة. أنا عايز أكون بقى سؤال على الجملة دي. طبيعي إن أنت تقول إيه بالعربي، فأنا أقول لك أحلى مكان تشتري منه كذا المكان ده. يبقى أنت بتسألني عن المكان، إيه هو أفضل مكان أشتري منه، أو إيه أفضل مكان أتسوق فيه. قلت لك في السؤال ده خاصة لما خدنا الفانكشن إن إحنا بناخد كل ده فاعل. افضل مكان لكي اذهب فيه للتسوق، از للفعل الاساسي بتاعي، وهبدا بكلمه ماذا او ما او اللي هي بالبلدي ايه، ايه افضل مكان. فاقول له what is the best place to go shopping، وانت اصلا حافظها بالنص في الفانكشن زي ما اخدناها في الدرس الثالث والرابع. اخر حاجه لما حد يقول لك اتمنى لك تقضي وقت حلو، رحله حلوه، يوم لطيف، هقول له شكرا بس كده، thanks a lot، thank you، مفيش مشكله. السؤال اللي بعدها المواقف او situations، انت بتتخيل ان انت في الموقف ده وبتتكلم بناء عليه. يعني بقول لك مثلا في اول موقف you are asked about the best place to buy souvenirs، وقلت لك ركز في كلمة you are asked دي، بيبقى فيها يعني ايه تركية بسيطة جدا، ان هي مبنية للمجهول. بقول لك تم سؤالك او يتم سؤالك بخصوص افضل مكان تشتري منه هدية سكرين، يبقى حضرتك هتجاوب، هترد، هتقول افضل مكان تشتري منه كذا. نفس الكلام هبدأ بكلمة the best place to buy souvenirs، بعدين اكتب is يكون، واكتب اي مكان من وجهة نظرك. اقول له the best place to buy souvenirs يكون البازار، دي الاجابة وده اللي انت هترد بيه في الموقف. طيب موقف تاني بقولك انت عايز تشتري كمبيوتر جديد، يبقى انت اللي عايز تشتري. ask your teacher، اسأل المدرس بتاعك for recommendations، على اي توصيات. خلاص طول ما قال لي ask يبقى انا هعمل ايه، هكون سؤال. مفروض اسأل المدرس بالعربي اقول له اجيب منين كمبيوتر جديد، ايه افضل مكان اجيب منه كمبيوتر جديد، ماذا تقترح عليا، او اين تقترح عليا ان اذهب لكي اشتري كمبيوتر جديد. اي صيغه من الثلاثه مقبوله، بس انا قلت لك اسهل واحده فيها اللي هي what is the best place to، بتحط الفعل في المصدر. ممكن اقول what is the best place to buy a new computer، ممكن برضو اسال where do you suggest i buy a new computer، اللي انت هتستخدمه تمام، بس المهم تركز في اللي بعديها. الصيغه دي لازم تيجي بعديها فاعل وفعل وتكمل الجملة. الصيغة دي مش محتاجة كل الكلام ده، هي محتاجة بس to وفعل في المصدر. كان ممكن اقول له what is the best place to buy a new computer، بس كده. اخر موقف معايا انت تسأل، يبقى انا هكون سؤال.
بتسأل صاحبك to recommend you good food to eat، وركز ان انت بتسأله عن اكل مش بتسأله عن مكان تاكل فيه. في ناس كتير جدا بتغلط فيها وبتكتب ما هو افضل مكان لكي اتناول فيه طعام جيد، انا مش بسأل عن مكان. في ناس تانية بتقول اين تقترح علي، برضو اين بتسأل عن مكان، انا مش محتاجة مكان انا بسأل عن اكل. فهقول له ايه افضل اكل، ماذا تقترح علي ان اكل، اي صيغة من الثلاثة. What good food do you suggest I eat؟ ليه استخدمت what good food؟ لان كل دي على بعضها كلمة استفهام واحدة. هقول له what، طب ماذا ايه بالضبط، انا بسأل عن اكل يبقى what food، طب اي اكل ولا اكل كويس يبقى اقول what good food، ايه اللي هو الاكل الحلو الذي انت توصيني او تقترح ان انا اكله. دو فعل مساعد واليو فعل وادي السجست الفعل الاساسي بتاعي. والصيغه دي قلت لك لسه محاله من شويه ان هي لازم تجيب بعدها ايه، فاعل وفعل. ادي الفاعل اي، ادي الفعل الاساسي ايت. اوكي، هتركز بس في دول وتركز في الفيديو اللي احنا شرحنا فيه الكلام ده بالتفصيل، هتوصلك المعلومه 100 100. جيف مي نقط تو جيت تو يور هاوس، قلت لك اي حاجه علشان توصل لمكان معين يبقى انت محتاج ايه، محتاج اتجاهات تعرف انت تمشي يمين ولا شمال ولا ايه بالظبط، يبقى directions. I'm interested not. Interested على طول بتاخد in اللي هي مهتم بيه. You need not when you visit another country. علشان تزور أي دولة أو أي مكان تاني محتاج إن يكون معاك passport اللي هي جواز السفر. To get fit علشان تكون يعني لائق بدنيا كده. You not do some exercise. أي حاجة فيها اعمل تمارين، مش محتاجة كلام أكيد هقولك اعمل تمارين، مش هقولك ما تعملش. يبقى هستخدم should ولا shouldn't؟ أكيد should. You should do some exercise. I suggest that my father not a week in hospital to get better. أنا بقترح إن بابا نقط أسبوع في المستشفى علشان يتحسن. الأسبوع ده فترة زمنية، أي فترة زمنية بتاخد take وممكن تاخد spend، بس take a week ما يعني مش مقبول أو زي spend a week. spend a week يقضي أسبوع، تمام؟ مش ياخد أسبوع في المستشفى. spend بيجي بعدها فترة زمنية، بتيجي اسم عادي جدا، وممكن يجي بعدها كمان فعل ing. Egypt has a lot of tourist not so tourists like visiting it. يا ترى مصر فيها ايه علشان كده السياح بيحبوا يزوروها؟ مصر يكون فيها اتجاهات ولا اختراعات ولا اكتشافات ولا تجمعات ولا attractions اللي هي مناطق جذب او اماكن جذب للسياح؟ هي دي attractions. الامتحان ده المفروض هو الازهر، في سؤال matching توصيل، وفي سؤال تاني اللي هي correct او بنصحح الكلمة اللي تحتها خط. اوكي، ركز بقى على السؤال التاني لان ده ممكن برضو يجيلك في هيئة سؤال اختيار، يبقى هنا مثلا النقط وانت بتختار. بقولك you should studying. طيب should اولا ما فيهاش اي حاجة غير ان احنا بنكتب فعل في المصدر، فبالتالي هشيل ايه، ing. اللي بعدها you should go. طب هي فعل في المصدر، ايه المشكلة؟ ركز في معنى الجملة، بيقولك انت يجب ان تذهب للمدرسة متأخرا. لا ده غير مقبول اساسا، يبقى المفروض اقول ايه، shouldn't. لو كانت late مكانها كلمة early كانت هتبقى صح جدا. You had better getting. برد had better من ضمن صيغ النصيحة، كلهم بياخدوا فعل في المصدر. وما تنساش انك هتكتب get one t مش اتنين مش دبل. Do you recommend eat؟ Do you recommend؟ Do you suggest؟ بيجي بعدها فعل و ing اخدناها في الفانكشن. I always help my sister doing. قلنا ساعتها ان help بيجي بعدها حاجة من الاتنين، يا اما تحط لي فعل في المصدر يا اما to الفعل في المصدر. يعني انت هنا لو كتبت to do تبقى صح، ولو كتبت do بس برضو صح. تعال نشوف الماتشنج. لو قلت لك بازار مينز، البازار ده معناه ايه؟ هتشوف كده، عندما يكون الجو عاصف ولا انشنت سايتس ولا من الجزء القديم ولا ماركت اند جروب اوف شوبس، اكيد هي دي مجموعه محلات، سوق او مجموعه محلات. طيب كده دي اوت. يو كان فايند اوت انفورميشن، عشان تجيب معلومات اول ما هلمح كلمه انفورميشن اكيد هي دي من مركز المعلومات السياحيه، يبقى اي برضو اي اوت. You can buy souvenirs. بقى هتجيب منين السوفونيرز؟ اجيبها منين؟ يا ترى من الجزء القديم من المدينة ولا مواقع اثرية في مصر؟ ما فيش اصلا كلمة من هنا، انا محتاج from، يبقى from the old part of the city، من الجزء القديم في المدينة. Tourists like visiting. السياح بيحبوا يزوروا ايه؟ عندما يكون الجو عاصف ولا بيحبوا يزور الاماكن الاثرية اللي في مصر؟ اكيد هيزوروا مواقع اثرية. B، ما فضليش غير واحدة بس اللي هي number 5. You can try windsurfing when the weather is windy. ممكن تجرب ركوب الأمواج ده لما يكون الجو ايه، عاصف أو في رياح شديدة. المحادثة دي ما بين علي وتورست برضو، فطبيعي جدا السائح هو اللي بيسأل وعلي هو اللي بيرد. هنشوف اللي هيحصل، هتلاقي اني يعتبر علي هو اللي بيسأل كل أسئلة. Welcome to Egypt. Okay، شكرا. قال له thank you. علي بيسأل سؤال، أنا مش عارف ايه هو السؤال، فبالتالي هشوف الإجابة بتاعته.
السائح قال له I come from England. كنا حافظين السؤال ده من زمان اللي هو انا من انجلترا، فطبيعي ان اساله بالعربي انت منين، صح كده؟ طيب انت، يبقى انا اكيد عندي الاي دي تتحول لايه؟ يو، صح كده؟ نمشي خطوه خطوه. طيب كلمه منين، منين من اللي هي from، يبقى انت هتيجي معايا. طيب اين اللي هي منين دياتي تبقى ايه؟ where، يبقى انا اكيد هسال على مكان لان هو جاوب بكلمه انجلترا. طب ادي where وادي you وادي from، في حاجتين ناقصين وانا محتاجهم ضروري، محتاج فعل اساسي هنا بعد الفعل، ومحتاج فعل مساعد يكون قبل الفعل. اجيبه منين وازاي؟ طيب انت جاي منين، يبقى اكيد هاخد الفعل الاساسي اللي عندي اللي هو مين؟ come. اديني خلصت من الفعل الاساسي، فاضل الفعل المساعد. ابص كده على الجملة، زمن ايه دي؟ ده مضارع بسيط، ما عنديش اي افعال مساعدة خالص، يبقى ده زمن مضارع بسيط، وكم جاي في التصريف الاول. في المضارع البسيط كنت بتسأل بدو او does، do مع I we you they و does مع he و she what. انت عندك هنا الفعل you، يبقى انت كده تسأل بمين؟ بدو. بس كده هتمشي خطوة خطوة تلاقي السؤال كله طالع معاك مظبوط. where do you come from، لو اي حد هيجاوب السؤال ده على طول هيقول where you come from، بس ده غلط. انا محتاج لازم لازم اساسي عندي فعل مساعد، يبقى هقول ايه الاجابة كلها على بعضها؟ where do you come from. اوكي، ليه الكلام ده؟ انا محتاج اكون سؤال هو بيجاوب بكلمة انجلترا، ده اسم مكان، يبقى هسأل عنه بكلمة where، اين. شوف السؤال التاني بقى بيسأل وبيقول ايه، انا مش عارف هو بيسأل برضو بيقول ايه، بس لقيت التورست بيقوله no، لا this is my second visit، دي الزيارة التانية بتاعتي. طول ما هو قال لي no يبقى ده سؤال بهل. اوكي، يعني هعمل كده تبديل مع الفعل المساعد والفعل، اقول is this، هل هذه. طب لو حد قالك لا دي تاني زيارة ليا لمصر، يبقى انت سألت وقلت له هل هذه اول زيارة لك في مصر؟ بس مستحيل هسأله هل هذه تاني زيارة وهو يقولي لا دي تاني زيارة، طب ما انا قلت لك تاني زيارة. يبقى هنا علي بيسأله بيقوله ايه بالعربي؟ هل هذه اول زيارة لك في مصر؟ هيقوله لا دي تاني زيارة ليا في مصر. طب هل هذه خلاص عرفناها اللي هي is this. كلمة my بتاعتي لازم تتبدل بيور بتاعتك، بدل ما اقول زيارتي هقول زيارتك. كلمة second visit تبقى first visit اللي هي الزيارة الاولى. السؤال اللي بعده بقى علي بيسأل what do you think of Egypt، do you think مش ماذا تفكر فيه، هي ايه رأيك في مصر، ماذا تعتقد بشأن مصر. خلاص عبر عن رأيك بقى، قول له انا اعتقد انها جميلة، انا اعتقد انها رائعة، انا اعتقد انها amazing wonderful fantastic، اي صفة من الصفات اللي انت حافظها وتعرف تكتبها كويس جدا. اخر سؤال بيسأله والسائح بيقوله لا شكرا انت انسان عطوف جدا وبتحب تساعد غيرك، يبقى اكيد علي ده بيطرح عليه او بيقترح عليه اي مساعدة، تحب اساعدك في حاجة تاني او عايز مني اي خدمة. طب عايز مني اي خدمة دي بتترجم ازاي؟ حلناها من شوية في المحادثة اللي فاتت اللي هي هل تريد اي مساعدة، do you need any help، do you need any help، دي مش محتاجة ان انا اعمل تبديلات ولا حوارات خالص من تحت، تمام، لان هو بيتكلم في حاجة وانا بتكلم في حاجة تانية، انا بقول انت محتاج مساعدة فهو بيقولي لا شكرا. okay do you need any help. سؤال المواقف بتاع التاني، قلت لك تتخيل انت في الموقف وشوف هتتصرف ازاي. بقولك انت بتسأل صديقك لكي يقترح عليك مكان تشتري منه هدايا سكري، طيب خلاص انت تسأل، يبقى اسأل اكون سؤالي ازاي بقى، اقول ايه هو افضل مكان يا سيدي اشتري منه هدايا سكري، what is the best place to buy souvenirs، يعتبر كتبناها 1000 مرة. الموقف التاني بيقول لي انت اشتريت a nice story، قصة لطيفة جدا، and you recommend it to your friend، وانت بتوصي بيها صديقك، عايز تقوله اقرأ القصة دي حلوة جدا، اقولها له ازاي؟ اولا انت مش هتكون سؤال، انت هتكون اجابة. طب عايز اقوله انا اوصيك بقراءة هذه القصة، I recommend او I suggest كان بيجي بعدها الفعل ing، فلازم لما تحط بعدها فعل تضيف له ing، اقوله I suggest ايه؟ reading، I recommend reading. ما تنساش تقوله this nice story، لان انت بتتكلم عن قصة محددة انت اشتريتها وقريتها وعجبتك، مش اي قصة في الدنيا وخلاص. اوكي، يبقى I recommend you read this nice story او I recommend reading this nice story. المثال الاخير او الموقف الاخير your friend asks you، طيب مدام صديقي هو اللي بيسألني يبقى انا كده هكون اجابة، اشوف بقى بيسألني عن ايه. recommend him او her على حسب صديقك ولد او بنت good story to read، يبقى هو بيسألني عن قصة حلوة عايز يقراها.
انا لازم هنا اقترح عليه اسم قصة، حتى لو انت هتفبرك اي اسم وتعمله بين علامات تنصيص يبقى ده اسم قصة. هقوله برضو I recommend او I suggest، عادي جدا. I recommend you read، وكتبت بين القوسين Black Beauty اللي هي قصتكم السنة دي، ممكن تكتب Sherlock Holmes، ممكن تكتب Robinson Crusoe اللي كانت عندكم السنة اللي فاتت، Iron Man اللي كانت عندك في سنة اولى، اي اسم قصة. اوكي، حتى لو انت هتفبرك اسم عادي، المهم ان انت تركز ان I recommend جه بعدها فاعل وفعل، او reading فعله ing. القطع بنحلها ازاي؟ انا ماليش دعوه خالص بالقطعة، ومش هبدأ حتى اي قرايه فيها الا لما اشوف الاسئله الاول. ليه؟ انا ما بشوف الاسئله بوفر على نفس وقت، وبحط ايدي على الاجابه المحدده بالظبط اثناء القرايه، ومش بضطر ان انا اقرا القطعه مرتين ثلاثه زي ما بيحصل كل مره. اوكي، تعال نشوف بقى الاسئله عايزه مني ايه. بقول لك what is the best title for this passage، passage يعني فقره اللي احنا هنقراها دلوقتي. تايتل عنوان، وهتاخدها الوحدة اللي جاية، عنوان فقرة وعنوان كتاب عنوان قصة. طيب بيقول لي ايه افضل عنوان للفقرة دي؟ هو مش مديني عنوان، هو عايزك انت تخمن ايه الموضوع الاساسي اللي بتدور حواليه الفقرة وتطلع له عنوان مناسب. طيب why do، لماذا السياح بيحبوا يزوروا الاقصر؟ اشوف بقى سبب، يبدأ بكلمة لان، يبدأ بكلمة لكي، to او because، ليه بيحبوا يزوروا الاقصر. السؤال الثالث what does the underlined word resorts mean، دايما هيدي لك كلمة ويقول لك الكلمة دي ممكن يكون معناها ايه، عايز اقرب معنى ليها، مش شرط انك تكون عارف تترجمها، مش شرط اطلاقا، هو عايزك تخمن معناها على حسب سياق الجملة نفسها. اوكي، فاحنا هنشوف الجملة اللي فيها الكلمة دي، ونحاول نشوف دي يا ترى اسم اكلة ولا اسم مكان ولا اسم شخص ولا اسم مطعم ولا ايه بالظبط. اوكي، السؤالين الاختياري بيقول لي tourists enjoy visiting not، السياح بيحبوا او بيستمتعوا بزيارة مين في الثلاثة دول، الأقصر ولا الجيزة ولا القليوبية ولا A و B مع بعض اللي هما الجيزة والأقصر، هنشوف. رقم 5 The Valley of the Kings، وادي الملوك is in what، أنا مش عارف هو موجود فين، بس هشوف القطعة وأشوف هو موجود فين، يا ترى في أسوان ولا في كايرو ولا في الجيزة ولا في الأقصر. أحاول أثبت الأسئلة دي كويس في دماغي علشان لما أجي أشوف الفقرة أحدد الإجابات على طول. بيقولي tourists visit Egypt from all over the world to enjoy our ancient sites and to enjoy our fine weather، كل ده ما عنديش فيه اي اسئله. السياح بيحبوا يزوروا مصر من كل انحاء العالم علشان يستمتعوا بالمواقع الاثريه بتاعتنا، وعلشان يستمتعوا بالجو او بالطقس اللطيف بتاعنا. اوكي، tourists can visit the Egyptian museum in Cairo، يبقى المتحف المصري موجود في القاهره، and see its wonderful things، وبيشوف الحاجات الرائعه اللي جواه. they can go to the citadel and Cairo tower، بيروحوا برج القاهره والقلعه. they also go to Giza to see the pyramids، وبيروحوا كمان الجيزه علشان يشوفوا الاهرامات ويشوفوا سفنكس اللي هو ابو الهول. they go to Aswan to see the high dam، السد العالي في أسوان. they visit Luxor to enjoy its wonderful، ايوه كان عندي سؤال انا بخصوص الاقصر اللي هو ايه يا ربي، لماذا السياح بيحبوا يزوروها؟ طيب نشوف بقى السبب، بيقول لي هما بيزوروا لكي يستمتعوا، من اول هنا اكيد ده يلزمني. to enjoy its wonderful historical buildings such as Valley of the Kings، علشان يستمتعوا بالمباني التاريخية زي مثلا وادي الملوك. Egypt also enjoys، مصر بتتمتع ب the most fantastic resorts، ايه دي؟ محتاج ضروري ان انا اخمن لها معنى. بيقول لي مصر تتمتع باكثر الريزورتس الرائعة في الاسكندرية وفي شرم الشيخ، يبقى دي حاجة موجودة في شرم الشيخ والاسكندرية، الاتنين فيهم مية، الاتنين فيهم بحار، الاثنين فيهم شواطئ، الاثنين فيهم ريزورتس، يبقى كلمة ريزورتس دي اكيد هتبقى حاجة ليها علاقة بالمصيف كده والمية والرملة والكلام ده. فانا ممكن اخمن عادي كلمة ريزورتس ممكن يكون معناها ايه، شاطئ، بيتشز. اقول لك مصر بتتمتع باعظم او اروع الشواطئ اللي في الاسكندرية وفي شرم الشيخ. اوكي، لذلك السياح بيزوروها ريجولري بانتظام، دايما بيزوروا مصر يعني بيزوروا الاماكن دي. طيب انا هخمن بقى عنوان للفقرة دي، ما ينفعش اتكلم عن السياحة بشكل عام لان هو بيحدد لي حاجة معينة. بيقول لك هما بيزوروا الاقصر علشان كذا، واسوان عشان السد العالي، ومش عارفة بيزوروا المتحف المصري، وبيزوروا شرم الشيخ والاسكندرية علشان الريزورتس او الشواطئ اللي فيها، وبيزور ابو الهول والاهرامات في الجيزة. كل دي اعتبرها ان هي مناطق او اماكن جذب في مصر، فممكن اقول اول سؤال اجابته مناطق الجذب في مصر، او ممكن اقول كمان tourist attractions، attractions بس Egypt attractions كله تمام، المهم ان انا اديله كلمة مناطق جذب.
السؤال التاني ليه بيزوروا؟ احنا قلنا خلاص لكي يستمتعوا بالمباني التاريخية اللي فيها زي مثلا وادي الملوك. كلمة ريزورتس خمنا ان هي معناها ممكن تكون شواطئ بيتشز. السؤال الرابع بيقول لي يا ترى هما بيستمتعوا بزيارة ايه؟ انا ما جاتليش خالص كلمة القليوبية في الفقرة. انا شفت القاهرة وشفت الجيزة وشفت الاقصر وشفت الاسكندرية وشفت شرم الشيخ، عندي منهم اتنين هنا اللي هما الجيزة والاقصر، يبقى انا اكيد هختار ايه، ليتر دي، اي وبي مع بعض. اخر سؤال، وادي الملوك موجود فين؟ لو تركز في الفقرة اصلا هي موجودة فوق، يعني ليه بيزوروا الاقصر؟ علشان يستمتعوا بالاماكن زي وادي الملوك، يبقى وادي الملوك موجود فين؟ الاقصر. انا ممكن احل الفقرة دي في 3 دقايق او 4 بس لو انا عملت الطريقة دي، لو انت الاول بتشوف الاسئلة وبعدين بتشوف الفقرة. انما لو حبيت تبدأ الاول بالفقرة وتقراها وترجع للاسئلة وترجع تاني للفقرة وتطلع الاجابات، ده بيبقى مرهق جدا وبياخد وقت اكتر بكتير. طيب شوف بقى سؤال تشوز، بيقول it's cheaper to stay in youth، برضو دي كلمة واحدة اللي هي فندق شباب. ايه تعريف الرياضة دي اللي بيقول لي you can do on the water، بتعملها وانت في المية او على المية؟ الباسكت بول ملهاش علاقة بالمية، ولا التنس ولا الفولي بول، انا عايزة wind surfing اللي هي ركوب الامواج. you not go outside it's raining، الدنيا بتمطر يبقى انت لازم تطلع ولا مينفعش تطلع؟ اكيد shouldn't. you had good not to the library we had good not to the library and we found it easily، احنا وجدنا المكتبة بسهولة جدا، يبقى انا كان عندي ليها ايه، اتجاهات صح. الناس اللي قالت لي امشي كذا في كذا في كذا هتوصل، ادتني اتجاهات مظبوط، directions. tourists like to buy not to remind them، اولا انا لو مش فاكر كلمة remind على الاقل عارف كلمة places مكان، يبقى انا عايز هدية متعلقة بالمكان اللي هي souvenirs. طب كلمة remind دي معناها ايه؟ كلمة remind معناها يذكر، يعني عايز يقولك السياح بيحبوا يشتروا ايه علشان يفتكروا بيها الاماكن اللي هم بيزوروها، يبقى يشتروا هدايا تذكارية. we want to go for not in this quiet street، احنا بنحب نمشي او go for not في هذا الشارع. go for بتاخد walk بس. طيب لو قلتلك go on كنت تقولي go on a tour، go for a walk يذهب للمشي. السؤال الري رايت بيقول لي when you go to Alexandria I suggest taking some photographs، لما تروح لإسكندرية أنا بقترح taking some photographs، تاخد لك شوية صور كده. طيب أنت بتقترح وعايزني أستخدم كلمة recommend ولا أي حاجة، الاتنين زي بعض، هكتب نفس المثال بالظبط هو هو، أنا ما غيرتش أي حاجة غير كلمة suggest بقت كلمة recommend. طيب دي بيجي بعدها فعل ing، تمام، ما هدي برضو بيجي بعدها فعل ing، فأقول لما تروح لإسكندرية أنا بوصيك إن أنت تاخد شوية صور، تلتقط بعض الصور. أسلوب النصيحة قلت لك بنحط إيدينا على الفعل في المصدر say up to late، بس كده كل ده ما يلزمنيش، وبكتب الصيغة بتاعت you shouldn't، يبقى you shouldn't stay up late. نفس الكلام تحت، حط إيدك على الفعل في المصدر من أول play in the street، العب في الشارع. طب أقول له أنا أنصحك أن تلعب في الشارع ولا أنا أنصحك أن لا تلعب في الشارع؟ أنفي الصيغة بتاعتي I advise you not to play in the street، وبنشيل الصيغة الأولانية. وطبيعي هو مديلك shouldn't منفية، يبقى انت لازم برضو تديله دياتي ايه، منفية not to. احنا كده حلنا كل الاكسرسايزز اللي كانت على الاربع دروس، وحلنا التست بما فيهم اسئلة كتاب المدرسة، حلنا الامتحان كمان بتاع الازهر او الاسئلة بتاعة الازهر على الوحدة دي. اتمنى نكون استفدنا حتى ولو باي معلومات، لو انت ما كنتش سمعت شرح الدروس اللي فاتت، بس لو كنت سمعتها هتستفاد اكتر ان انت هتحل اسئله قبل ما تشوف الاجابه. Thank you for listening and watching. المره الجايه ان شاء الله هنبدا في الوحده الثانيه. And see you the following lesson. Bye.